اسمي سرى الطائي، مدرسة ومدربة للغة الإنجليزية، تخرجت من كلية العلوم الإنسانية للغة الإنجليزية. صراحة قبل أن أتخرج بلشت أنه مشروع تدرس اللغة الإنجليزية، وبلشت بطلاب قليلين والحمد لله زاد الشغف بهالموضوع أو زاد الطموح ومستمرين. صراحة بلشت من المرحلة الأولى، شفت أنه يعني ما له داعي أنه أنا أنتظر لحد ما أتخرج وأبلش أنه بسم الله الرحمن الرحيم تستوني أبلش أدور شغل، فما راح أستفاد من هذا الشيء. يعني تعرف نسبة التعيين ضئيلة جدا، قلت أنه أبلش من المرحلة الأولى، هذا الشيء ما راح يضر. علميتي الحمد لله يعني كانت لا بأس بيها، فبلشت بطلاب ابتدائية، سويت عروض مجانية للطلاب، أنه تعرف الطالب ما يجي بسهولة أنه يروحون الفد أسماء معروفة، أسماء معينة عندنا بالوسط، مدرسين معروفين على مستوى. فأنا سويت عروض مجانية حتى الطلاب تجي وتشوف العلمية وتشوف طريقة الشرح، فالحمد لله يعني لقيت أنه إعجاب من الطلاب، شفت أنه الطلاب يجيبون أصدقائهم يدخلون، فهذا الشيء صراحة شجعني وخلاني أنه أتقدم، ويمرور السنوات زادت الخبرة زادت المهارة الحمد لله. صراحة حالياً تركيزي وطموحي كله على اللغة الإنجليزية، يعني دا أحاول أطور من لغتي، دا أحاول أطور من المهارات، تلفظ، تعلم، كل هالأشياء. يعني حالياً كل تركيزي هو على اللغة الإنجليزية. بداياتي دعموني أهلي، دعمني زوجي، دعموني أهل زوجي، ويا الدعم والمساندة من عندهم قدرت أستمر الحمد لله. كان دعم من كل النواحي، يعني دعم مادي ودعم معنوي، وأكثر شيء طبعاً عندنا إحنا الأهم هو الدعم المعنوي، لأنه مو كل بنية راح تلقى دعم معنوي من أهلها. لقيت هواي صعوبات، يعني ردت أشتغل صار الموضوع إنه ها أنت بنية أو بعدك صغيرة، بعدك بالكلية، شلون ترحين وتطلعين وتطبين، صار هاي أمور كلها صار عليها خلاف، سواء بالوسط أو سواء بالعمل داخل المعهد. فقدرت الحمد لله أتخطى كل هاي الصعوبات بمساندة أهلي وبمساندة زوجي وصديقاتي الحمد لله وشكر. يعني أنت تعرف إحنا بهذا المجتمع لازم نواجه صعوبات، وصراحة يعني إحنا بمجتمع يعني التقاليد تطغى على إنه شلون مرأة تطلع وتمارس عملها وشي. فرغم الصعوبات الحمد لله يعني تخطيت هذا الشيء. طريقة التدريس وإيصال المادة للطالب بالبداية واجهها الصعوبة، لكن بمرور الوقت درست أكثر من دفعة، عرفت أنه كل طالب إلى طريقة يفتهم عليها، عرفت الطريقة الأسهل اللي ممكن أوصل به ذهن الطالب يفتهم المادة بأقل جهد وبأقل وقت. مسيرتي الدراسية هواية أساتذة من مرحلة الإعدادية لحد ما تخرجت من الجامعة، هواية أساتذة خلوني أحب الإنجليزي، خلوني أحب التدريس، خلوا عندي الشغف يزيد بهذا الموضوع. كان معدلي قبولي القبول المركزي كان كلية القانون، لكن أنا ما أعرف يعني أنا هذا حب الإنجليزي دافع هذا بداخلي من المتوسطة من الإعدادية، إنه أنا صرت أحب اللغة الإنجليزية. فمن طلعت القبولات وكان قبولي كلية القانون حسيت مو هذا طموحي، يعني حسيت انه انا راح ادخل هذه الكلية واتخرج من عندها، وتعرفوا اليوم احنا ذا ما نحب الشيء ما نبدع به، يعني لازم يحتاج الشخص انه يحب عمله حتى يبدع به حتى يكون مستمتع وهو يؤدي عمله. فاني رأسا قدمت على كلية اللغة الإنجليزية. صح هي مو لغة أساسية، انه هي لغة ثانوية، لكن هي لغة جدا ضرورية اليوم، احنا نحتاجها بالسفر، نحتاجها بكل المجالات. اليوم كل شخص هو ضروري يتعلم اللغة الإنجليزية، وضروري يكون ولو عنده أساس بسيط باللغة الإنجليزية.